واش الحال العام هذا باش قدرتوا ديروه؟ عملنا هذا المكان، عملنا بالنيه وبالاخلاص والحمد لله، وقفنا على الفريق واليوم الفريق راه في الطريق الصحيح. ان شاء الله يكونوا نتائج اخرى والقاب اخرى، لان الفريق حقيقه راكم تشوفوا انتم وحدكم راكم تشوفوا يستحق يدي كل عام لقب او لقبين. هذا فريق محتوم عليه يدي القاب، قادروا يدي القاب، فريق كبير يلعب على الالقاب، ما يقدرش يلعب على امور اخرى. الحمد لله اليوم قدروا هاد اللاعبين يرفعوا التحدي ويقدموا هديه لهذا الشعب، هذا الهديه الاولى، وان شاء الله الا كتب ربي المكتوب يزيدوا يقدموا له هدايا اخرى في المستقبل.